الحمد لله رب العالمين، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين. وبعد، تفسير سورة القارعة. فسري سورة القارعة. قارعة دو قلت يا شما كارو كم كمان ديونو القارعة كارو كم ما القارعة أبشي كارو كم دو وما أدراك أبين رو إتنونزو ما القارعة ما القارعة أبشي قارعة دو درا أبين رو إتنونزو كمان دي لمرز دا كم باتو مالا أدي يدا قلو نو دا يكورو فسرونو آيا ألن يوم شما يمدن يكون الناس أمس يولزن كالفراش المبثوث ألمنا كريالا لا تير ولزن دي شما وتكون الجبال كواي ولزن كالعهن المنفوش ألم أنك تول دون سنغتا عير والزن والجن والزن كواري. فأما من ثقلت موازينه كم دون أما ميزان ذكر روزو نجلان زنغوزو دبين زدارن زنا أدي فهو في عيشة راضية سرو كننغا كجي كننغا أرديتي انكرا زنا يسران كرا. وأما من خفت موازينه كم ميزان كم بيزان رنجلان زر جناز ديبين زر نجون زر رنجلان زر دارن زنا أدي فأمه صوت ترم زر هاوية. وما أدراك ما هي أبيش نرو يتنزو كن هاوية دا كن هاوية دا نار كن حامية شديدة الحر كودون زور تشالمي kuru yombon zin zoro duna ala shama sho ala kaman dia ndia saru ndia kusin ndia sama sala ndia saru walhamdulillahi rabbil alamin.